ازيكم عاملين؟ طبعا فاكرين دي، احنا غيرنا اسمها وبقى اسمها ناتاشا، مبقاش اسمها عنايات، سميناها ناتاشا. انا جايبها من عند امي كده، يعني انا لقيت امي مش علقاها في البلكونه، مدلدله راسها للبلكونه اللي تحت، فشعرها متشنج كده. طبعا من تحت في ايه بقى، عصافير عملت عليها مش عارف ايه وحاجات كده، عصافير كانت عاملاها عش يعني. فكويس ان انا انقذتها، فهوريكم انا هعمل فيها ايه، نغير يعني ايه الشكل يعني. عشان معلش يا احمد لخبطوه، بصوا خلي كويس. طب شمي حلوه، خد الحته مكسوفه، اكلي كده، خدي كلت البطاطا. لا مش عايز تاكلها، هتعلى بقها، نفسها مسدوده صايمه. طب احنا ايه، هننضف لها وشها ونجي لكم. طبعا ده ايه، طبعا ايه، غسول بيعمل ريموف يعني ايه كده، شوف هينفع معاها ولا لا. انت مش جلد طبيعي، بلاستيك اوكي، مش نافع معايا، مفيش غير ان انا استخدم الصنفرة. هي بتجيب بس مش عايزين الحمار اللي في وشها ده. مش جاي خالص، مش جاي معاها اي حاجة. طب بصوا احنا نغسل لها شعرها ونحميها. يا رب يا رب. ايه، انا تعبت مع وشها، ان شاء الله هتتظبط. عملناها بالجليس خفيف كده. انا بصراحه كنت عايز اعمل لها لمه، بس معظم الحاجات بتاعتي في الشقه التانيه، العده بتاعت التوفير كده. عملناها بالجليس خفيف كده، وان شاء الله يعني بكره ولا حاجه في فيديو جاي اللي حابب يعني استمر في تصوير الاستاذه ناتاشا، نعمل لها نيو لوك جديد كده، نعمل لها قص، نعمل لها كولر او حاجه، ما عندناش مشكله.
نعملها بقى ايه القصة بتاعتها، نخليها الفرق ده كده، نعملها لها ايه. وبكرة بقى ان شاء الله هننزل لكم فيديو جديد، لو حبينا نكمل فيه نكمل، نعمل لها لون بقى ونظبطها كده، والله قصة حلوة يا معاه الواجب يعني، ندلعها. كده ايه الاستاذه نتاشا بقت زي الفل. كده انت كده 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 حاجه كده ايه زي الفل من غير اي حاجه ولا اي. ان شاء الله ايه بكره نظبطها ونرجعها للحياة كده. ايه حاجة كده احنا ايه خلصناها وتبقى خلصت معانا كده. ولو احتجتوا اي حاجة اكتبولنا في الكومنتات. السلام عليكم. هي خلصت اهي كده.